اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من بانوراما الناس التي نستقبل فيها ارائكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وعبر صفحه الفيسبوك لهذا البرنامج. موضوعنا اليوم هو حول موضوع الساعه، اجرينا تغطيه حول مسوده برناردينو ليون الرابعه للحوار الليبي ولحل الازمه الليبيه. نريد أن نستمع إلى آرائكم ومشاركاتكم حول هذه المسودة، ماذا ترون فيها من نقاط إيجابية يمكن البناء عليها، وما الذي ترونه من نقاط سلبية المفترض أن يتم تعديلها أو تجاوزها بطريقة أو بأخرى. نستقبل طبعا آرائكم ومشاركاتكم عبر الهاتف كالعادة 021-33-45-49-49 021-33-45-49-49 021-33-45-050 021-33-45-050 إذن نخرج إلى هذا التقرير لنتابعه معا ثم نعود لنفتح الاتصالات. يجري الحوار الليبي بين مسودات متكررة تعجب طرفا وتغضب طرفا آخر، فجولات الحوار بين الفرقاء الليبيين من غدامس إلى جنيف إلى الصخيرة بالمغرب برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا تسعى لمحاولة التوصل إلى إنهاء للأزمة السياسية والأمنية في البلاد من خلال الحوار. انطلقت أولى جولات الحوار في سبتمبر 2014 في مدينة غدامس، حيث جمعت ممثلين عن المؤتمر الوطني وعدد من النواب المقاطعين لجلسات البرلمان المنحل. بعد ذلك جاءت محطة جنيف في يناير 2015، ثم جنيف 2 التي نوقش فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتركزت مباحثات جنيف على 4 مسارات. تضمنت الأطراف السياسية والمجموعات المسلحة والمجالس البلدية وممثلي القبائل الليبية. ثم وقع الاختيار على مدينة الصخيرات في المملكة المغربية لاستئناف جولات الحوار، والتي لم تكن وجها لوجه بل في غرف مغلقة. ثم جاءت الجولة الرابعة التي تركزت على الترتيبات الأمنية لإنهاء الاقتتال وتشكيل حكومة وحدة وطنية، غير أن كل هذه الجولات لم تسفر عن تقدم يذكر. ويوم أمس عقدت مباحثات جديدة في الصخيرات بالمغرب، وجرى الحديث عنها كثيرا واعتبرت نهائية، وسبقتها تحذيرات لليون من أن ليبيا على شفير الإفلاس وأن الدولة ستفقد القدرة على القيام بمهامها. وبعد شد وجذب قرر مجلس النواب المنحل تعليق مشاركته بجلسات الحوار المنعقدة حاليا في الصخيرات في المغرب إلى جانب جلسات الحوار المنتظرة في ألمانيا اعتراضا على إحدى المسودات، كما طلب من وفده الرجوع إلى ليبيا، وذلك بحسب تصريحات طارق الجروشي. وتأتي هذه التطورات السياسية في وقت يحقق فيه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية تقدما بسرت، حيث قتل 3 جنود وجرح أكثر من 8، فيما فقد 4 آخرون من قوات الكتيبة 166 التابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني إثر هجوم مباغت شنه مسلح التنظيم على المحطة البخارية في المدخل الغربي لمدينة سرت. أهلا بكم أعزائي المشاهدين لهذه الحلقة إذن التي نطرح فيها هذا التساؤل حول مسودة برناردينو ليون الأخيرة لحل الأزمة في ليبيا، كيف ترونها؟ هل ترونها فيها قدر من التوازن أم لا يزال يعيبها الكثير مما يحتاج إلى تعديل؟ نذهب مباشرة إلى إبراهيم من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المطمئن في المسودة هذه يطمن أن العالم بديه، الناس الليبيين بده يشعروا ان العالم بده يرى القضيه برؤيه صائبه ومعقليه عكس ما كان قبل، فهمتني؟ بده يتضح له ان في طرف يبي ليبيا لدول، وفي طرف يلعب يدعم في الارهاب بطريقه غير مباشره، وفي طرف باع النصر في عز النهار وبطريقه غير شرعيه وبيقسم البلاد، وفي طرف قاعد في الفساد بشكل غريب بكل، لدرجه انه احد تصريحات رئيس الحكومه ان واحد من الوزراء بتاعه شاري ملابس داخليه ب 9 مليون، هذا كارثه.
وبينما ان راى طرف ثاني يسعى لبناء دوله من خلال فتح جامعات، من خلال الحوارات، من خلال قبول الراي الراي الاخر، ويجي عصابه ثانيه ما تبنيش، بدل ما تبني دوله تبني في صدم. وبارك الله فيك والسلام عليكم. طيب سيد ابراهيم لو كنت معي. ايوه. هل ترى ان هي مجرد انها تحسنت وبالتالي وصلت الى المسوده المفروض ان تقبل يعني من قبل المؤتمر الوطني العام، ام ان مع انها هناك تحسنات لكن لا تزال قاصره من وجهه نظرك؟ انا مطمئنه وجيده جدا، ويجب نمشي فيها ونقف بعض النقاط. طيب. اللي هي تبعد نطمن ان لا رجوع. طيب دعني اسالك سؤال اخير، يعني لماذا في هذه المسودة يصر مبعوث الأمم المتحدة ومن معه تصر البعثة على أن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الوحيد الشرعي الوحيد في ليبيا، وتتغاضى بالكامل عن حكم المحكمة العليا؟ لكن ما تنساش أن المجلس بعد 5 شهور بتنتهي صلاحيته، بينتهي مدة متاعة مجلس النواب. لماذا تصر عليه بعثة الأمم المتحدة؟ لماذا تتغاضى؟ هل أنت يعني تقبل بتغاضي الأمم المتحدة عن حكم المحكمة والضرب بها عرض الحائط؟ لكن حسب ما فهمنا احنا من السياسيين اللي في التلفزيون اللي يجيبوا فيهم يستضيفوا فيهم في القنوات، يقولوا ان احد النقاط يقول يجب احترام القانون، احد النقاط اللي اصدرها اليوم المسودة تقول يجب احترام القانون واحكام القضاء في ليبيا، معناها في تناقض، حتى احنا ما زلنا مش عارفين. شكرا لك. اذا لم تتضح هذه الرؤية بعد أقل شيء بالنسبة لإبراهيم. كيف يمكن أن يكون هناك احترام لحكم المحكمة مع قبول بأن مجلس النواب هو المجلس الشرعي والتشريعي الوحيد في ليبيا؟ لعل يجيب على هذا السؤال أخونا فتحي من طرابلس. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. نحييكم ونحيي الإخوة القائمين على هذه القناة وعلى هذا البرنامج. الله يحييك. نتمنى أن احنا نكون في المستوى. كما نحيي جميع الأخوة المشاهدين والمستمعين. بداية فيما يخص موضوع الحوار، هو يا أستاذ عبد الرحمن والله كليبيين من العيب جدا أن احنا نوصلوا لمرحلة أن الأمم المتحدة تدخل مبيناتنا في وتجيب لنا كل مرة في مسودة، ويا ليبيين ضروري تتفقوا وفرصة أخيرة وما أخيرة ولا آخره. طيب استاذ فتحي، من العيب في نفس السياق انا اريد ان اسالك فقط، من العيب ان الامم المتحده تاتي لتتوسط بيننا حتى تحل مشاكلنا، فكيف ترى اذا ان بعض الاطراف يرفض الجلوس على طاوله واحده؟ نعم. والله تفضل. هو في غياب الوعي وفي غياب العقلاء في كل مناطق ليبيا، وفي غياب الناس الوطنية القادر على جمع الليبيين على طاولة واحدة وجها لوجه، والتنازل في سبيل الوطن وفي سبيل ليبيا، والصراع على السلطة من أطراف دول إقليمية هي التي تضغط، ومن خلال شراء بعض الدمم. للأسف جدا وصلنا إلى هذه المرحلة، ولكن على أي حال نحن نريد الحوار والتفاوض، دائما الحوار والتفاوض على غالب اعزازنا احنا الليبيين، ان احنا نحلوا مشاكلنا فيما بيننا، لكن مع هذا نحن طالما الظروف جبرتنا يجب ان نستمر في هذا الحوار اينما كان. المهم يحقن دماء الليبيين ويجمع الليبيين ويبني دوله قانون ودستور مؤسسات. طيب. هذا شيء جميل، لكن الان هذا الحوار هو الحوار فعلا استمر اخونا فتحي، و وصل لهذه النتيجة، هذه المسودة، اقتراح طبعا هذه المسودة من قبل بعثة الأمم المتحدة. أنت لو تابعت هذه المسودة وحاولت أن تطلع عليها وعلى آراء سواء الإعلاميين أو السياسيين حولها، رفض البرلمان طبرق لها، كيف ترى أنت هذه المسودة، تعليقك عليه؟ لا بالعكس أستاذ عبد الرحمن، يعني فيما يخص مجلس نواب طبرق، هذا أعطي في المسودات السابقة أكثر ما يستحق. هو دائما يتكلم يا أخي بالشرعية، والشرعية هم 16% اللي منتخبين فيه، اللي متحصل على 1000 صوت و500 صوت نجحوا معروفين اللي انتخبوا من هم بدون هيئة نزاهة وإلى آخره. لكن على أي حال مجلس النواب الآن يتكلم بهذه الطريقة لكي يفاوض على أكثر، وعلى أساس أنه هو غير راضي على هذه المسودة، بالعكس
هم راضيين على هذه المسودة واخي أقل، لكن احنا اللي بنقولوه دي عندنا هدف في الحوار هذا هو مبادئ وقيم 17 فبراير هذه يجب أن نتنازل عليها، لكن فيما في الأمور الأخرى ما فيش مشكلة الواحد يتنازل. لكن طيب. فتحي باختصار، لأن لدينا مكالمات أخرى. أستاذ فتحي، هل ترى هذه المسودة تلبي مبادئ وقيم ثورة 17 من فبراير؟ لا والله، نشوف كيف في أمور ناقصة بما فيها حكم المحكمة. حكم يجب أن شكرا لك. شكرا لك. نعم، تؤكد على هذه النقطة، شكرا جزيلا لك، هي نقطة حقيقة مهمة وتستحق التأكيد عليها. دعني أنتقل مباشرة إلى طرابلس، معنا عبد السلام. مساء الخير. مساء الخيرات. كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك أخوي عبد السلام، تفضل. والله قضية المسودة يعني لها ما لها وعليها ما عليها، لكن هو الآن يتفاوضون، والتفاوض بين طرفين، مستحيل تأتي مسودة أو تأتي اتفاق طرف على طرف آخر. يعني هذا ما يسمونه حوار، هذا تعسف وظلم، خصوصا أن المتحاورين أبناء وطن واحد. أنا عن نفسي عندي نقاط لا يعني غير راضي عنها في المسودة حقيقة. يعني أنت راضي عن هذه المسودة؟ لا، رضا كامل لا، للأمان حتى أقول لك رضا كامل لا، لكن أعتقد في نقاط جيدة. أعتقد أهم، أعتقد نتائج هذه المسودة بعد العقيد المتقاعد خليفة حفتر على المشهد السياسي. أين رأيت إبعاد خليفة حفتر عن المشهد السياسي في المسودة؟ جزئية أن اجتماع مجلس النواب من جديد أو بجلسة صحيحة في مجلس في مدينة بنغازي، هذا يعني أن مجلس النواب لم يعقد جلساته بشكل قانوني. هذه رقم واحد، هذه رؤية المسودة. أما المحكمة العليا ذاك ترى أنه باطل أساسا، لكن نحكي كلمة من وجهة نظرة المسودة. هذه تعني أن لا يوجد قائد عام لما يسمى الجيش الليبي اللي هو موجود غير موجود أساسا، لا يوجد عقيلة صالح كرئيس، شعيب لا يوجد، انتخابات ممكن جديدة رئاسية، أعتقد هتفرزنا أسماء جدد بعد تجربة سنة تقريبا. هذه من ناحية. أيضا إذا كان في أحد جزئية في المسودة كان طرحت عليها أخوي عبد الرحمن، وهي تشير أن بناء مؤسسة الجيش بعد تشكيل الحكومة والاتفاق والأخ يعني المسودة تشير لا يوجد جيش، وهذا احنا دائما نقول نتمنى يكون. وبالتالي الحكومة ستعيد ترتيب الجيش منذ البداية. صلاحيات رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعني هو القائد الجيش الحقيقي. يعني وزير الدفاع صحيح هناك وزير الدفاع، لكن سلطة القائد الأعلى الآن مثلا يمتلكها السيد نوري بوسامية في المؤتمر الوطني العام، ويمتلكها عقيلة صالح في سيمتلكها المجلس الرئاسي في الحقيقة. في الحقيقة سيمتلكها المجلس الرئاسي، والذي يتكون من الرئيس ونائبيه مع وزيرين إضافة إلى ذلك. طيب، نكتفي بهذا. معك سيد عبد السلام، ملاحظات قيمة. دعني أنتقل إلى الخمس، معنا إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد. وعليكم السلام ورحمة الله أخونا إدريس. تحية لك ولمشاهدين قناة بانوراما. أهلا وسهلا بك. بالنسبة للتعديلات يا أستاذ متاح، التعديلات هذه بين الرفض والتعديل، المسودة الأولى رفضوها المؤتمر، والمسودة هذه تو مجلس النواب يرفض فيها، لكن نحن مش أنا تو الأمم المتحدة خشت في الدول الدائمة العضوية، والدول الدائمة العضوية هذه لما تخش في موضوع لازم كيف يتحلها، لأن نحن تو في اللي يقول لك المشكلة الليبية هذوما تدخل سافر، البرلمان يقول تدخل سافر، المسودة اللي فاتت ما قالش تدخل سافر وتو قال تدخل سافر، هذوما اللي يحلوا في عصبة الأمم، هذوما نحب ولا نكره، لكن كيف نحن نبغوا التعامل معهم؟ من حسن الحظ أن الأزمة الليبية تفتح أن جميع المتحاورين من قسمين، نجوا نبدو من الداخل الليبي، في عندنا برلمان وعندنا مؤتمر، نجوا للدول الدائمة العضوية، نلقوا روسيا والصين على جهه والدول الغربيه على جهه، نجوا للدول الجوار ثلاثه هيك وثلاثه هيك، نجوا للاسماء هذه
الدول الاقليميه، نلقوا قطر وتركيا هيك والامارات، يعني نحن مشكلتنا لازم نتحاور مع بعضنا. مش الحل شنو بالنسبه للمواطن اللي كيف وكيف، المواطن العادي، المواطن يبي اذا كان الامم المتحده كبحت اطراف القوه، يعني اطراف القوه من الطرفين، خلينا نقول نحن من الطرفين، ممكن نحصلوا مده محدوده كذا، ممكن يبقى استقرار في ليبيا لمده محدوده لعند شنو، لعند الفرق المتناحره هذوما، بعد المده هذه يلقوا حل شامل، ممكن احتمال. ولكن نقول لك الحل اعتقد والله اعلم، الحل اعتقد انه يكون على راس الحكومه الوحده الوطنيه شخصيه قويه ترضي قبول الطرفين، يعني وخشى شخصيه عسكريه. وتو لما نوصل للحل هذا الازمه تو في الشخصيات هذين كيف يتفقوا عليهم، هذا يبي اطراف وهذا يبي طبعا هذا في حال اخر حاجه جميع الشخصيات المجادله سواء سلبيه او لا، يعني كيف تقول انا عملها. طيب سيد الرئيس، هذا في حال طبعا ما وافقت الاطراف اطراف الحوار وهو المؤتمر الوطني العام والبرلمان على هذه المسوده، ينتقل بعد ذلك لنقاش اعضاء الحكومه ووزرائها، لكن نحن الان لازلنا في الخطوه الاولى، هل هذه المسوده يعني تنفع لان تكون اساس للحل ويعني والقبول بها يمكن ان يحل الاشكاليه، ام انها يعني تحتاج الى مزيد من النقاش والتعديل؟ ما قلنا يا استاذ مفتاح هذا استقرار، قلنا استقرار لمده محدده، قلنا نحن هذا استقرار لمده محدده لعند يتوصلوا هم اطراف الداخليه يقبلوا بعضهم يقعدوا مع بعضهم، هذا قلنا الشيء هذا استقرار لمده محدده بس هذا. لكن لما ينجوا الشخصيات هذينا في ليبيا تو الشخصيات حتى اللي مسكت من اربع سنين هذينا سواء الشخصيات العسكريه اللي عليها جدال في الطرفين او الناس اللي مسكوا الحكومه هذوما كلهم يستبعدوهم، لكن تو الامم المتحده دارت لنا شخصيات ما يبينش، لا اظن اللي بين كلهم ما يبوهمش، لان شخصيات يعني ما ترتقاش انها تقود ليبيا حتى لمده شهر مش لمده عامين. اللي من الشخصيات؟ حسب اللي يقولوا حسب الاسماء المعلنه في الحكومه، مثلا هي يعني دايرين مثلا شلقم طبعا الامم المتحده لم تقترح اي اسماء حتى الان بالنسبه للحكومه. يلقوا في دعم من الامم المتحده هذوما. طيب شكرا لك ادريس من الخمس، دعني انتقل الى عبد السلام من بنغازي ينتظر معنا لفتره. اعطيني عبد السلام، اعطيني مساحه من الوقت معلش. تفضل يا عبد السلام. المسوده هذه يا سيدي تو انتم تتظاهروا انكم انتم مش قابلين وفيها هني والمؤتمر الوطني فرحان بها، لان المسوده هذه غير مقبوله عندنا. اول شيء يا سيدي نحن بتدخل لنا المجرمين والاخوان، يعني مجلس اعلى يعتبر هو السلطه التشريعيه بصفه هكي ظاهريا، ومجلس النواب يقعد على الرف، يعني هو لها سلطه في الجيش وفي الاشياء السياديه. ثانيا يا سيدي نحن ما خرجنا الاخوان ودفعنا الغالي والنفيس باش يخش لنا محمد مصدر وعبد الوهاب القايد من الشباك، طلعوه من بين الخصوم من الشباك. وبعدين هذه المسوده يا سيدي دخلت انصار الشريعه ودخلت الدروع وسيبت الريبه الارهابيه اللي صنفها مجلس النواب على انها احد المنظمات الارهابيه. هذه مسوده فاسده ونحن في الشرق لا نقبل بها. انا نقول لك انا طيب يا اخوي عبد السلام كانت غير حتى هي فيها تنازلات شويه ممكن ما قبلتش بها، لكن هذه المسوده لن تمر يا سيد. نقول لك انا طيب هذه مسوده طيب ظالمه ونعم يا سيدي. طيب اخوي عبد السلام، بالنسبة لقبول المؤتمر بالمسودة، إلى حد الآن المؤتمر الوطني العام لم يصرح بأي تصريح حول قبولها أم رفضها، يعني لازلنا ننتظر الرد الرسمي من المؤتمر الوطني العام. بالنسبة لبرلمان طبرق رفضها، لكن أنا أريد أن أناقشك في ما طرحته الآن أنت، يعني تقول أن فجر ليبيا إخوان وأن نحن طردنا الإخوان المجرمين، يعني الإخوان أليسوا من الليبيين؟ المؤتمر يا سيدي، المؤتمر أنت قلت لي أني درسها يتمنى أنه وهن الرغبات، المؤتمر قبلها، أنا أقول لك طبيعي لأنها بتدخل منا تسعي لا ندري. هذه المسودة، شوف يا أخوي عبد السلام، هذه المسودة يعيب عليها كثير من النقاد أنها تتجاوز حكم المحكمة العليا والدائرة الدستورية، وهذا شيء غير مسبوق أن يتم الضرب بعرض الحائط بحكم بأحكام القضاء دون معالجة قانونية ودستورية لهذه النقطة.
وبالتالي قد ترفض هذه المسودة حتى من قبل المؤتمر الوطني العام. نحن لا ندري كيف سيتم معالجة هذا الموضوع. لكن أخوي عبد السلام، أنا فقط يعني على موضوع الإخوان والمقاتلة ورفض فجر ليبيا واتهامهم كلهم بأنهم إخوان، يعني العالم يعلم أن فجر ليبيا ليسوا إخوان، وأن الليبيين المتواجدين في المنطقة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني العام ليسوا إخوان، إنما هم شريحة من الليبيين إنما يرفضون الثورة المضادة وعودة الأزلام وعودة الانقلابات العسكرية، هذا كل ما في الأمر. هل من يرفض الانقلاب العسكري يصبح إخوان؟ أعطيني فرصة معك، أنت تدوي، أنت أعطيني فرصة بس. تفضل. فرصة الإزلام، ما الإزلام، هذه شماعة يا سيدي، والله صدعتنا بها رؤوسنا. والإخوان ليست شماعة؟ سيدي يبي يفرضهم علينا الغرب بغصب، هذا حكم سياسي. الإخوان تدعم الإخوان إرهاب يا سيدي، العالم كله صرفهم إرهاب، وفشل ريبة تدعم في الإرهاب. أنتم كنتم ما تقولوا ما فيش داعش وما فيش إرهاب، لأن طق في مصراته وطق فيك مغادي تو ترهاب. وبعدين الآن الآن من يحارب الإرهاب؟ هذا كلام فاضي، أنتم مصدعين رؤوسنا بهذا الشماعة وبهذا الكلام الفاضي. هذه المسودة يا سيدي لا تقبل عندنا، أنا أقول لك لا تقبل. عندنا مظاهرات إن شاء الله وراح نخرج في الشارع، لن تقبل عندنا، لن يدخلونا هؤلاء المجرمين القتلة اللي دفعنا شبابنا وأرواحنا ويطلعوا ويجونا بعدين من هؤلاء المجرمين، لن نقبل بها يا سيدي. أخوي عبد السلام، طبعا كلامك الحقيقة فيه كثير من ربما المغالطات، لكن أنا دعني أسمح للأستاذ المشاهدين أن هم يكون عندهم الفرصة يردوا عليك، يعني حتى لا نتركهم ينتظرون كثير على الهاتف. شكرا لك أخونا عبد السلام بغازي، نتمنى أن يكون فيه قدرة على الحوار أكبر من هذا، وقدرة على الاجتماع ولم الصف أكثر من مما طرحته سيد عبد السلام. شكرا جزيلا لك على كل حال. معنا محمد من البيضة. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي عبد الرحمن، بخصوص الأخ عبد السلام اللي توم بنغازي، والله واحد يقول له ربك إن شاء الله ربي يهديك، يهدينا ويهديه إن شاء الله. أمين، هذا كلام طيب يا رجل، وهو يدعي ومتمسك بمجلس النواب ومتمسك بحفتر ومتمسك بجيش الكرامة، عرفته. ونحن من عشان رمضان، إذا كان المسودة هذه توقف نزيف دم الليبيين وتوحد صفهم، أنا واحد من الناس معها، أنا لني مع المؤتمر ولني مع المجلس. باقي يا سيدي يحول حكم المحكمة هكي، المجلس النواب شو نقدم نحن المنطقة الشرقية بحث شنو الفقر، مستوى الفقر اللي عايشين فيه يا رجل، شو قدم المجلس النواب؟ جابوا لنا المصرية وجابوا لنا السلاح المصري ويقول لك لا للدعم الخارجي ولا للدعم، ايش قدمنا يا جماعة؟ رانا كملنا بعضنا، نبو مبادرة مصالحة وطنية، مش يحل الليبيين المسلمين يتقاتلوا في بعضهم ويحل بينهم كافر يا اخوي اليون مش مسلم، عرفته. نحن عندنا مسودات خير مننا، عندنا كتاب الله يا رجل، نحن مسيبيننا ونحن والله كان المسودة توقف دم الليبيين ودم الشباب اللي نوحد منهم ونزاف دم الشباب يا رجل. تدعم الإمارات من هنا بالطيران وتصور ويضربوا في الشباب في بنغازي ويضربوا في الهني. نحن والله ايش نقول لك يا أخي عبد الرحمن، والله نحن الدم راه والدم غالي يا جماعة، رانا مقبلين عشان رمضان ودم وأطفال تيتموا يا رجل، رغم خيالي راه نحن لازمتنا طيب لكن دينيه بالمعنى الاصح، كانك مش سياسيه راه ومش سياسي راه، لان كل طائفه تستند الى اقوال العلماء وتستند الى الربيع المدخلي والسيطره على المساجد والسيطره على والافتيله منهم شهداء، والله نسال الله الرحمه للجميع، عرفت اخوي؟ لكن احنا اهم شيء اخوي عبد الرحمن وبارك الله فيك، هم صوت البانوراما اللي يسمع فيه في كل مكان في كل بيت، اللي بيتصل ويوصل صوته للشعب يكون عنده مبدا حقنا الدماء. راه والله يا جماعه رانا يعني ضروري واحد ارواحنا، وتو في درنا يحاربوا في الدواعش، تو مجلس الشورى حرب الدواعش، نبنوا ليبيا ووقفوا الدم اللي قاعدين نقتلوا في بعضنا وحقاد، وعليش تو شوف المنطقه الغربيه بسم الله والله اكبر يا رجل، المصالحه وتبادل اسرى شنو نقدم مجلس النواب ولا شنو؟ انا مانيش لا مع المؤتمر ولا مع مجلس النواب. طيب لكن ليش مجلس النواب صدر منه رفض لهذه المسودة بشكل مبكر يعني؟ والله عشان السيراميتين الألف اللي بيعطيه لهم عقيلة صالح، والشعب اللي بلا راتب يا رجل، إشارة رمضان وبلا راتب هم يديروا في 300,000، جايب عليكم يا مجلس النواب شو قدمتم؟ أنت هو قرار الكم يا رجل، التدخل الأجنبي يا رجل،
استدعيته بالاجنبي يخش لارض ليبيا ما نرضوهش بس كذا شنو يعني شنو قدم عليه شنو بيرفض يا جماعه نبوا حق الدماء نبوا مبادره عندنا ايات نبوا نحتجموا لكتاب الله وسنه الرسول يعني لازم لنا نوقفوا الدم يا اخوي عبد الرحمن والله يرانا واحد اقسم بالله اني يمرض نفسيا راهو من الدم ومن نشوف الخبر داعش قاعده تتمدد واللي بين يقتلوا في بعضهم يعني والله خبر ما يجيبك الا اللي بيته صار شكرا لك شكرا لك سمع صوت راهو صوت القنابي في كل بيت في ليبيا عفو. نعم شكرا لك شكرا لك اخوي محمد ونحن نشعر كذلك بهذه الوطأة وطأة هذه الدماء التي تسيل في كل مكان ولا يعرف حتى المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل يعني نتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء الليبيين دعني أخذ لو سمحت أسعد إذا كان معنا عبر الهاتف سيد المخرج أسعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكثر عبد الرحمن طيب أهلا وسهلا بك الله يبارك بالله نتكلم ندعو الأطراف اثنين اليوم والله فيه حلقة وصل وفيه جلس للمصالحة وفيه للتفاهم اليوم هذا موجود عندنا الحمد لله لكن غضوة بعد غضوة تغير الظروف ما عادش تبدأ هناك المصالحة ما عادش تبدأ هناك من يسعى بناتنا في الصلح فما دام فيه فرصة هي يا ريت يستغلها الجماعة اللي هنا واللي غادي هذه فرصة مقدمة يطبق زي ما نقوله من ذهب فلازم نستغل الفرصة هي هذا الشيء الشيء الثاني في ناس محسوبين انهم محللين او غيرهم وانا لاحظتها في اكثر من كل ما بيجتمعوا سواء في المغرب وقبلها وبعدها وخلينا نسموا حتى بالاسماء كان تبوا نسموا بالاسماء في ناس زي شاب صغير هذا يغر على السياسه بكل العريش وغيره وجماعه كل ما بيصير اجتماع يطلعون لا ما نبوش هيك ولازم هم يقولوا هيك كانهم هم الفاتقين الناطقين بالبرلمان وكانهم هم كل شيء فاذا كان عندهم احقاد شخصيه الناس عماه ويحرضوا وياخذوا في راس موضوع ويحرضوا في الناس ويججوا في الغل بتاع الناس فندعوهم واللي زيهم انهم يرتاحوا ويريحوا ارواحهم لان هذه مصلحه ليبيا الكل مش مصلحه حق شخص واحد او ما او مصلحه معناها مجموعه معينه فيا ريت الناس ما يريحونا ويرتاحوا خلي اليوم في مصالحه وفي ناس تبي تسعى للصلح بناتنا لازم واللي يضرب على صدره لما يكون مسؤول هذا لازم ينحي يقطع على خصمه بصله لان مصلحه الناس مش ما تهم ما لازم تهمه ما تهمش مصلحته بس انه يبي بالنتيجه اخي اسعد يعني بالنتيجه لدينا مؤتمر وطني عام لا يزال يريد ان يدرس هذه المسوده ولم يحدد موقفه منها ولدينا برلمان رفض هذه المسوده واستدعى حتى فريق الحوار الممثل له للعوده الى طبرق انت ما هي الرسائل التي تريد ان توجهها الى الطرفين انا اوجه لهم رساله كالاتي نقول لهم اليوم انتم ماشيين على اساس تبوا كرجال دوله وكناس مسؤولين وماشيين معناها تمثلوا ليبيا وتمثلوا المصالح في ليبيا اذا كان ما تفهمتوش اذا كان ما اتفقتوش اذا كان معناها ما درتوش راي للبلاد البلاد غدوه بعد غدوه زي ما نضت على غيركم راح تنوض عليكم وراح تكونوا تمشوا لالمانيا وتمشوا للسخيرات وتمشوا لامريكا مش لانكم من باب انكم دوله وحكومه تبوا تصالحوا لا من باب انكم هاربين من ان حد ينكل بيكم فاستغلوا الفرصه هي وحاولوا تفهموا افضل ليكم وللبلاد لان راح تمشوا في يوم من الايام وتكونوا هاربين لان راح يسمحوا لكم الليبيين انكم انتم سبب الخراب والدمار اللي راح يصير في المستقبل واحنا شكرا نعم اسعد واضحه الرساله شكرا جزيلا لك اسعد من طرابلس اعزائي المشاهدين ناخذ فاصلا قصيرا ثم نعود لمعاوده الاستماع الى ارائكم ومشاركاتكم حول موضوع مسوده برناردينو ليون الاخيره وحول مواقفكم منها لا نخجل يا سيدي حتى أن نستعين بالشيطان حتى لو كان المنقذ شيطانا في هذه الحالة جاءنا الشيطان في ذلك الوقت لتحالفنا معه أراه ما زلنا ما بدينا في الكفر سنتحالف حتى مع الشيطان للحصول على سيدنا فمستعدين للتحالف مع الشيطان في حال حتى مش الشيطان في ذلك الوقت
أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامج ليبيا أو برنامج بانوراما الناس الذي نستمع فيه إلى آرائكم ومشاركاتكم حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وبعض المواضيع. موضوعنا لهذه الليلة كما أشرنا في السابق هو مسودة البعثة الأمم المتحدة الأخيرة للفرقاء الليبيين لأطراف الحوار. وردتنا بعض المشاركات عبر الفيسبوك. لدينا زينة أحمد تقول أنها غامضة وفيها انحياز لطرف دون آخر ونحن لن نرضى إلا بثوابت وأهداف ثورة فبراير. طبعا هي لم تحدد من هي الأطراف ولكن من خلال ما نستشفه من كلمتها لن نرضى إلا بثوابت وأهداف ثورة فبراير وكأنها تشير أنها منحازة إلى برلمان طبرق المنحل. معنا أيضا مشاركة من كاترينا أحمد تقول لربي ينصر ثوارنا اللي ضحوا بأرواحهم أكثر من سنة وهم قاعدين تحت النار، يا ربي انصرهم وخذ حق الشهداء. كذلك لدينا قسورية بنغازية تقول أن برناردينو ليون نسأل الله أن يجعل كيده في نحره، هكذا بهذا بحسب وصفها، وتقول أن تتهم حفتر وسيف القذافي ومن معه من داعش هم الستار للأزلام وأصحاب الفتنة. طبعا هذه بعض الآراء التي وردتنا عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك. نعود لاستقبال آرائكم ومشاركاتكم أعزائي المشاهدين. طبعا هذه المسودة إلى حد الآن لم يصدر أي موقف رسمي من المؤتمر الوطني العام حول موقفه من هذه المسودة، هل سيقبل بها أم هل سيرفضها كما رفض المسودة السابقة، خاصة أنها تجعل من مجلس النواب رغم حكم المحكمة هو مجلس التشريعي الوحيد وهذا الأساس الذي رفض من أجله المؤتمر الوطني العام المسودة السابقة، فلا ندري ماذا سيكون موقفه منها هذه المرة. ولكن مع ذلك برلمان مجلس النواب في طبرق رفض أيضا هذه المسودة لأنها تعطي بعض الصلاحيات لما يسمى بمجلس الدولة، خاصة صلاحية مشاركته في إسقاط الحكومة، حيث تقول المسودة أن سحب الثقة من حكومة التوافق لابد فيها من موافقة ثلثي مجلس النواب إضافة إلى ثلثي مجلس الدولة. معنا عادل من سبها. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شباب؟ أهلا وسهلا بك أخوي عادل. مساءك سعيد إن شاء الله. الله يبارك فيك. أخبار. إحنا تمنينا أن يكون الاتفاق هذا ولا الوفاق يكون بين الليبيين بعضهم مش الأمم المتحدة ولا خطيرة. لكن قدر الله فما شاء فعل. الليبيين حتى الجلوس إلى بعضهم لم يقبلوا به. هذا اللي نحكي لك عليه يا شيخ عبد الرحمن، هذا اللي نحكي لك عليه هو توا بدأوا يجعلهم هاليون وما يجعلهمش مع بعضهم. يعني شوف الحد على الغالب يعني شوف الدنيا وين وصلت بينا. لكن بالنسبة للبرلمان مسودة. اللي رافض البرلمان اللي رافض البرلمان اللي رافض المسودة هذا شنو يبي يخرب ليبيا يعني ولا شنو ولا دمارها وبعدها يعني وحدة بوحدة. قصدي أنت لما رفضت ضربت ضرب الحائط الحكم المحكمة يعني وتجيني يا أمم المتحدة بتقول لي نطبقوا دولة القانون ونبقوا دولة الجيش والشرطة والقانون، أنت رفضت القانون من بدايته. الليبيين توا حاليا متعاملين في الله خير وفي هالصخيرات خير إن شاء الله. يجي واحد تقول دكتور إحنا واحد يشد واحد يخل اللي يتم الليبيين اللي يكملوا يا أخي سبحان الله تقول لا في الدم الليبي. طيب أنت ما رأيك في موضوع والله معظم يا أستاذ عبد الرحمن من الأعمار اللي استشهدت في ليبيا باهي كلها من 15 سنة ل 25 سنة انقرضوا من ليبيا يتقوا الله في شباب ليبيا شنو يبوها يتقعد ليهم هم ساد يا راجل طيب. ساد يقولون سادكم كان هو طغيان طغيته وكان ماكنة كليته ساد خل الشعب يعيش. قال لي طيب يا استاذ عبد الرحمن اليوم انت غير دير وفاق
خلني البلاد، وبالتالي اللي بيتحاسب اللي بيحاسب واحد يحاسبه لما تقوم الدولة، اللي يبي واحد يحاسبه مش تو خلاص احنا اصبحنا ولا ضروري يحطوا لنا زي ما قالوا لنا في العراق يديروا لنا في ليبيا. يا اخي سبحان الله يتقوا الله في بلادهم وفي اولادهم. طيب اخوي عادل، يا اخوي عادل، ايوه عادل، من وجهة نظرك انت ليش مجلس النواب في طبرق رفض هذه المسودة؟ بيرفض من طبيعه بيرفض. ليش؟ هم يلعبوا تحلت يا شيخ عبد الرحمن. لم هل تم اقصاء مجلس النواب؟ انت تو هي تو المسودة، شنو هو العيب ولا الضرر اللي فيها؟ انا عن نفسي بالرغم اني مش راضي عن الامم المتحدة اصلا، انا ما عنديش قناعة بحاجة اسمها امم متحدة، لان الامم المتحدة اصلا ليه تأسست؟ كانت تم الصراعات في العالم. طيب انت سالت شنو هو العيب، شنو هو العيب في هذه المسودة؟ يعني انا لا استطيع ان اجيب عن مجلس النواب في طبرق، لكن احد العيوب التي يعني حتى القانونيين ذكروها، احد العيوب هو تجاوز حكم المحكمة العليا من غير اي حل دستوري او قانوني ولو حتى تلفيقي، يعني يعتبر عيب كبير وضرب بمؤسسة القضاء بهذه الطريقة. ما انا قلت لك يا استاذ عبد الرحمن في البدايه، قلت لكم ضربوا بحكم المحكمه باهي، وقال لك المحكمه لا مفروض عليها، انت حتى انت حقك ضاغط عليك وخلاك تديرها رقيتها وحطيتها مسؤول على الجيش، وما هذاك مش حتى هو ضغط ولا ما فيش ضغط غادي، هذاك عادي عندهم هم تحكم لهم محكمه ولا يدير اللي يبيه، لكن عندها توصف بالمحكمه، انت هذه المحكمه لو ما فيش قانون انت بيش بتعيش؟ انت المفروض الحاجه الوحيده اللي تثبت فيها حكم المحكمه سواء كان صحيح او غير صحيح، اذا من صدر من المحكمه وانت تدور في دوله القانون المفروض تاخذ به، وبالتالي دير اجراءاتك. شكرا لك. اجراءاتك دير فعلا دير اللي هو، لكن شكرا لك اخونا عادل من سبها، شكرا جزيلا لك. نعطي فرصه لاخونا سليم من غريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ عبد الرحمن، شو حالك؟ أهلا وسهلا بك وسلم. الله يبارك فيك يا أستاذ الرحمن، مصوت اليوم والله إن شاء الله مقبولة نوعا ما، هي قاعدة غامضة شوي لك مقبولة نوعا ما. إذا تم تحييد حفتر وعلى هي بيقظة قصيدة، كان تم تحييد حفتر وموضوع الكرامة نعتبرها ناجحة إلى حد ما. لكن يا أستاذ عبد الرحمن، هل هذا هو السبب؟ هل هذا هو السبب اللي دعا؟ نعتبر مغتصبين السلطة، رأي السلطة الشرعية. انقطع الاتصال بأخونا سليم من غريان، يقول أن المسودة ولو كانت غامضة بعض الشيء ولكن فيها شيء من المقبولية، خاصة أن استشعر من خلالها تحييد للواء خليفة حفتر ولعملية الكرامة. معنا شعبان من رجدلين. خير أستاذ، شكرا. أهلا وسهلا بك أخونا شعبان. أهلا وسهلا بك، تفضل. طبعا رأيي في المسودة، نعم صراحة المسودة فيها شوية تحفظات، يعني وهي مثل احنا في الشعب الليبي نفرحنا ان نكون يعني انتخابات تكون ديمقراطية مباشرة، ونجحنا في الانتخابات الأولى بتاع المؤتمر الوطني العام، وكذلك نجحنا في مجلس النواب، لكن بصراحة المسودة هذه بصراحة أعطت يعني تفاوت بين جميع الأطراف، وبصراحة من ناحية الشرعية أحكيلك أنا، يعني من ناحية الشرعية تقول يعني المجلس يعني الشرعية للمجلس النواب، يعني مجيش يعني اليوم هنا ويجي يعبر عن رأي الليبيين ويعطي شرعية للطرفين، صراحة هذه مهزلة تعتبر، وكأن الغرب قاعد مسيطر علينا، وبعتالي الناس اللي يعطيهم الشرعية فيهم اللي كان في حالة في جبال برابورا، وكل في اللي كان يعني من الناس المسددين وتوّر أمينهم باش بيساوي المجلس النواب بالمؤتمر يعني، وأنا ما عنديش طعن في المؤتمر، يعني في ناس كفاءة في المؤتمر واحد. أنت ترى شرعية المؤتمر أم شرعية مجلس النواب؟ لا هي تو حاليا شرعية مجلس النواب، يعني خير دليل من العالم اللي يعترف فيك يا أستاذ عبد الرحمن، العالم يعترف بمجلس النواب مش يعترف بيك وخلاص، يعني اللي عارف ان ان ان, إن الانتخابات جت بطريقه يعني شرعيه، وتقول حكم المحكمه، لا حكم المحكمه يعني كليبي، وهذا كل واحد وراه يعني، حتى جت في ظروف يعني ظروف غير مناسبه، يعني بصراحه اللي اعترف به المحيط في الفتره هذه
صراحة في فترة طيب. فترة مشاكل يعني كويس. وانا حي مدينه والله اخوي شعبان. اخوي شعبان كويس يعني دعني بس ناخذ معك ناخذ ونرد معك. تقول ان حكم المحكمه جاء في ظروف مش طبيعيه وبالتالي يجب تجاوز هذا الحكم. والله ما قلتش تجاوز لكن صراحه والله يا استاذ عبد الرحمن من الاخير احنا مدينين الليبيين يوصلوا لحل. والله انا كان يصير لو انا راجل مسلوب الراو وكل تعطى طالع برا لكن ظروفي صارت في البلاد هنا خلتنا يعني نمشي لتونس غادي في تونس. والله يا استاذ عبد الرحمن علينا الولايات بس تحصلنا التأشيرات وكل الوفيات مرضى والمرتبات ما فيش نتيجة شيء نتيجة الصراعات على السلطة. والله احنا كنا فيك يعني مؤيد لمجلس النواب لكن بصراعة والله لا دريني درينا حل نبو حل اليوم قبل قدرة. طيب طيب مجلس النواب رفض هذه المسودة أعلن عن رفضه لها بالكامل يعني كيف ترى أنت هذا الرفض؟ والله أنا رفض من ناحية التشريع أستاذ رفضوا من ناحية التشريع من ناحية التشريع رفضوا وأنا أيد الوضع لا لأن التشريع جديد ضروري يكون جسم واحد يشرع تجيب لي زوج أزام وزوج متنافسين على السلطة بدون تشريع لأن حاجة ما حدش حيرضى بشيء حتى المحكمة يعني حتى لو صار وفاق صار حكومة وفاق وطني ممكن جهة تبي تخيلها وجهة تاني متأكد تسحب تخيلها لا في إنهم جسمين مصارعين لو تو مصارعين تو حني في السلاح قدوا تقام مصارعين بالسلطة ولهذا مش يصالح المواطن بكر مش يصالح المواطن حتى لو وصل لحكومة وفاق. شكرا لك شكرا لك اخوي شعبان من الرقدالين. نشوف اخونا ايمن من قصر الخيار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخوي عبد الرحمن. اهلا وسهلا بك. بالنسبه للمسوده بتاعت ليون الاخيره نبي نقول لك بالنسبه للبرلمان يعتبر المؤتمر تنازل بعض الشيء والبرلمان غير شرعي وثاني شيء البرلمان ضغط عليه خليفه حفتر واحمد قدافي الدم والسيسي. السلام عليكم ان شاء الله ربي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا ايمن من قصر خيار. بهذا اعتقد اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن متابعتكم والى ان نلتقي بكم دمتم في امان الله.